مساء الخير على مشاهدي اليوم السابع. أنا أسماء بدر، موجودين النهاردة في محافظة اسكندرية، تحديدا من مطبخ الشيف أحمد البرديسي، يعني صاحب مبادرة تقديم وجبات مجانية لمصابي فيروس كورونا بالمجان. شاب مصري جاء من محافظة القاهرة خصيصا لعروس البحر المتوسط لتقديم وجبات مجانية للمواطنين المصابين بفيروس كورونا. يعني لمزيد من التفاصيل معنا الشيف أحمد البرديسي. يعني عايزين نعرف يا شيف، الفكرة جات لك ازاي وبدأت ازاي؟ الفكرة جات لي من القاهرة في الجيزة، في شخص مريض كان طالب وجبه من المطعم، والمطعم رفض اللي هو يديله الوجبات ديت، فانت وصلت معاه واديت له الوجبه، فقال لي يا ريت اللي يعني اللي حضرتك عملته معايا تعمله مع كل المصابين، لان اكيد اللي بيحصل معايا بيحصل معاهم كلهم يعني. فمن هنا جت الفكره اني انزل بوست على صفحتي ان انا اعمل مطبخ للمصابين كورونا مع زنك المنزل، اقدم لهم وجبات صحيه مجانا. فطلبت المتطوعين وطلبت ناس تيجي تساعد في المطبخ وناس توصل وجبات، لقيت التفاعل كبير جدا مع الفكره. وبالفعل حصل، عملت مطبخ في الجيزة والتبرعات كويسة، رز وفراخ وناس كتير بتساعد، جت ناس تاني توصل بالمكنة بالعربيات ديليفري، المطبخ اشتغل بقالنا هناك 22 يوم. بعد كده جت يعني الفكرة انتشرت في المحافظات، فجيت في محافظة اسكندرية هنا بقى النهاردة اليوم الرابع، وصلنا معاها امبارح ل 60 وجبة، النهاردة ان شاء الله 60 وجبة تاني. هنا نساعد المكان اللي احنا فيه، ساعد كافيه متبرع بيه، معانا متطوعين ومتبرعات بيجوا المكان هنا يساعدوا معانا من اول يوم لحد اخر في تجهيز وتحضير الوجبات. معانا اللي بيوصلوا وجبات يعني زي استاذ محسن مع تاكسي، ومعانا ناس تاني بتيجي بتكسر، وناس بتيجي بعربيات وموتوسيكلات، كل الناس دي متوافره بتيجي تخدم الوجه الله مجانا بدون اي مقابل، لخدمه بس المرضي يعني المرضى، وفي نفس الوقت نرفع عنهم العيب شويه، بندعمهم معنويا اللي احنا بنكتب جمل بسيطه على الوجبات، نتمنى شفاكم انت اقوى من كورونا، وبنعدهم برضه غذائيه اللي احنا بنقدم لهم وجبه غذائيه متكامله بتبقى فاكهه وفراخ رز بسمتي وخضار سوتيه، بتبقى وجبه صحيه كامله بنقدمها لهم. الفكرة نفسها يعني اللي احنا بنبقى محافظين على نفسنا ومحافظين عليهم وفي نفس الوقت نساعدهم، بيبقى موجود لكل شغالين في المكان معاهم الجوانتيات نفسنا، الكمامات معقمين نفسنا، بنعقم معدات قبل وبعد الشغل، واحنا رايحين نودي برضو الاوردرات للناس المصابة، اللي رايح بالمكنة بيبقى معقم نفسه، لابس برضو احتياطاته، بيتعاملش مع المريض مباشرة، بيسيب الوجبة قدام الباب والمريض بينزل ياخدها. المرضى مبسوطين وفرحانين ان احنا بنتعامل معاهم ونقدم لهم دعم نفسي ودعم معنوي غير الدعم الغذائي. ناس كتير بتتفاهم مع الفكره وعايزه تنتشر في كذا محافظه، فدي تاني محافظه ان شاء الله اتواجد فيها، وان شاء الله الفتره الجايه اتواجد في محافظات تانيه واخد المصابين كلهم. فالفكره الحمد لله لها قبول كبير والناس بتشجعها بشكل اكبر. الفكره نفسها جت ان احنا ما نتنمرش على المريض وما نتجنبهمش، لان مريض كورونا دوت مش حاجه عيب او حاجه حرام، او هو ما اختارش ان هو يبقى مريض، المرض ده ممكن يجي لاي حد. فانا بتمنى من الناس ان هم ما تتنمرش عليهم ولا توجه لهم يعني كلام غير لائق، او يعني اتمنى من الناس كلها تدعمهم. لو انت مش عايز تدعمهم باكل او بكتابه بوست حتى على الفيس ليهم او اي حاجه، ادعمهم ان انت تجيب لهم طلباتهم اللي في الشارع، تقف معاهم، اسندهم باي حاجه، يعني اي حاجه تقف جنبها في الفتره ديت هتدعمهم ان هم يخفوا ان شاء الله. طيب احكي لنا تجربتك اول ما جيت اسكندريه، يعني كان في ترحاب كبير من اهل اسكندريه ليك اول ما وصلت، احكي لنا التجربه دي. التجربه الصراحه دي اول مره تحصل معايا، يعني لقيت تفاعل كبير جدا، والترحاب اللي حصل بيا والناس اللي حابب بيا هنا عكس اي مكان. يعني في شخص هنا تواصل معايا قبل ما اجي اسمه استاذ محسن، ده سواق تاكسي من اسكندريه، ده جالي القاهره وجابني من القاهره لحد اسكندريه مجانا، وفر ليا سكن اقعد فيه في اسكندريه في مكان محترم مجانا، بيوصل كل يوم الوجبات على حساب شغله، يعني بيسيب شغله يوصل وجبات لحد المرضى لحد بيتهم مجانا بدون اي مقابل. ده لوحده قصه وموضوع على جدعنته وموقفه اللي معايا. وبقى الناس اللي معايا في المطبخ من اول متطوعات، يعني بنات وستات كبار في السن، بيجوا كل يوم من الساعة 11 الصبح لحد الساعة 5 لأجل يخدموا المرضى دي، بيبقوا عاملين الحاجة بأحسن شكل وبأحسن إتقان، من أول ما تجهيز الفاكهة وتقطيع الخضار بياخدوا يجهزوها لحد الشيفات اللي بتيجي تساعد معايا، بيجوا كل يوم بيساعدوا معايا بدون أي مقابل ومجهود. حتى المتبرعين نفسهم اللي بيجوا في المكان هنا، أنا لسه بقى أربع أيام والحمد لله بقى عندنا بضاعة كافة أسبوع وأسبوعين من الناس اللي بتتطوع والناس اللي عايزة تساعد وتتبرع كمان. وكان عندنا هنا في اسكندرية كان في أختي لسه مصابة بقالها يومين اسمها أستاذة هبة، دعمناها دعم كبير جدا من المطبخ هنا امبارح، كلنا عملنا فيديو وكتبنا كلمه مختصره ليها، قلنا لها ان ربنا ان شاء الله يشفيكي واحنا كلنا جنبك وكلنا معاكي. فاتمنى ان اي حد مصاب لو تعملوا فيديو صغير ليه كمجموعه اصدقاء، مش شرط تعرفوه، لان احنا استاذه هبه ما نعرفهاش، وعملنا لها فيديو كلنا مع بعض امبارح، قلنا لها ان شاء الله هتخفي وباذن الله احنا معاكي وانت اقوى من اي حاجه. والحمد لله اللي احنا عملناه وصل ليها، وصل ليها الدعم اللي احنا عملناه وفرحت،
وقدمناه دعم من يعني دعم نفسي قدمه لنا كبير جدا، غير الدعم المعنوي اللي احنا بنعمله والدعم الغذائي. فده اللي احنا بنتمنى من الناس كلها اللي تعمله، ان مريض كورونا دوت في اشد الاحتياج للدعم النفسي. احنا بنعمل دعم غذائي ان احنا نوفر له وجبه صحيه تساعده ان شاء الله يخف مع العلاج. لكن لو الوجبه موجوده والدعم المريض موجود والعلاج والاكل، لكن مفيش دعم نفسي ليه. يعني واحد مصاب في عماره عنده فيروس ومصاب في عماره، اتصلنا بيه عشان نوديله وجبات، قال لو سمحت محدش يعرف عشان لو في العماره عرفوا هيمشوني ويعاملينه عامله مش كويسه. فحاجه زي كده ده غلط، احنا بنعمل له حاجه عشان ندعمه ونفرحه ويخف بسرعه. لكن انت لو عملت معاه كده ما انت ممكن المرض ممكن يجي لك انت، وساعتها هتتمنى الناس ما تعملكش كده. فانا رسالتي الاولى والاخيره ليهم يا ريت ما حدش يتنمر عليهم ويتجنبهم، لان والله المرض ممكن يجي لاي حد. احنا في مطبخ وبنعمل وجبات ليهم وبنساعدهم ومش خايفين على نفسنا، لان احنا بنعمل حاجه لله وبنعمل حاجه عشان نساعدهم. لكن انتوا في البيوت وما عندكوش حاجه وانتوا خايفين منه وعايزين تمشوا العمر عشان هو مريض، المرض ممكن يجي لكم انتوا، وساعتها تتمنوا الناس ما تمشكوش وتسيبكم قاعدين. فاحنا بنعمل كل دوت عشان ندعمهم ونفرحهم. فانا بتمنى من كل اللي بيشوف البث يكتب رساله بسيطه هاخدها انا واحطها على الوجبات. اي رساله عايز توصلها لمريض كورونا انا هكتبها على الوجبه من فوق واوصلها له. فاللي عنده رساله من المشاهدين يكتبها لي، اي رساله انت اقوى من كورونا ان شاء الله، ما احنا معاك باذن الله هتخف ازمه وهتعدي، اكتبوا الرسائل اللي نفسكم فيها واحنا نوصلها. يعني من خلال شاشه اليوم السابع عايزين برضو نعرف المصابين بيتواصلوا معاك ازاي، يعني لو حد مصاب ومحتاج وجبه بيتواصل معاك ازاي وبتتاكد ازاي فعلا مصاب؟ المصابين بيتواصلوا معايا عن طريق ثلاث حاجات، يا اما عن طريق الصفحه بتاعتي على الفيسبوك، يا اما عن طريق الجروبات، يا اما التليفون. ففي كل الحالات اللي بيتواصل معايا بيقول لي انا مثلا مصاب في المكان الفلاني ورقم تليفوني كذا وعنواني كذا. قبل ما انا ابعت له الوجبات بقول له لو سمحت تبعت لي صوره المسحه وتبعت لي البيانات بتاعت حضرتك، ولما اتاكد من صوره المسحه ان هي ايجابيه وهو فعلا مصاب من فتره بحط كشف واسمه في كشف البيانات وابدا اوصل له وجبات من ثاني يوم. تمام. قول لنا شاب وعسل وهو التاني بتحط لبن وعصير، يعني على حسب اللي يتوفر معانا من الخامات بنقدمها. لكن كوجبه اساسيه بنقدم رز بسمتي بالمكسرات، خضار سوتيه، ربع فرخه، طبق فاكهه، اعشاب وعسل، بيبقى حسب توفر الخامات معانا. يعني احنا لسه في تقريبا في مرحله البدايه الوجبات لسه بنجهز. يعني بنبدا بالفاكهه والصابه كده ونص الاطباق بيبقى في الجنب دوت، بنحط هنا رز بسمتي وبنحط الخضار وربع فرخه على الوش. بنبدا من دلوقتي الساعه 12 لحد الساعه 5. الساعه 3 ان شاء الله بنكون مخلصين الوجبات وبنبدا. بس بدايه التصوير كانت بدري شويه، فاحنا بننوه ان لسه الوجبات في مرحله التجهيز. احنا بنبدا من الساعه 12 زي دلوقتي وبنبدا نجهز حاجاتنا كلها لحد الساعه 5. الساعه 3 بتبدا الوجبات توصل، الساعه 5 بيكون كل المرضى عندهم وجبات. يعني باسم جريده اليوم السابع احنا بنشكرك جدا، شكرا جزيلا. شكرا للمشاهدين اليوم السابع، كنت معاكم انا اسماء بدر مدير مكتب اليوم السابع في اسكندريه، شكرا لكم.